البروبرتي بتاعت السيجنال موديوليشن بتقول لي ان انا لو جيت للفانكشن بتاعتي اكس اوف تي دي وضربتها في اي تو ذا جي اوميجا نوت تي، اوميجا نوت دي معناها ان هي مش اوميجا، دي معناها دي كونستانت دي، اوكي؟ يعني ضربتها مثلا في اي تو ذا جي مثلا توايس باي تي مثلا، اوكي؟ يعني كونستانت ما يبقاش في هنا اوميجا، اوكي؟ في دي اوميجا نوت دي كونستانت، كويس؟ بتروح الناحيه الثانيه للفوريه ترانسفورميشن بتاع اكس بس شيفتد باوميجا نوت، يعني بالحاجه اللي موجوده هنا دي، اوكي؟ فدي طبعا حاجه مفيده جدا بالنسبه لي، علشان انا ممكن منها برضو لو في عندي الفانكشن بتاعتي مضروبه في فاكتور بالشكل ده كده، اقدر بسهوله جدا احسب لها الفوريه ترانسفورميشن ويطلع عباره عن شيفت. طب دلوقتي لو انا كان اكس اوف تي دي مضروبه في كوزاين اوميجا نوت تي، طبعا احنا عارفين الكوزاين اوميجا نوت تي عباره عن اي تو ذا جي اوميجا نوت تي بلس جي تو ذا ماينس جي اوميجا نوت تي، والكلام ده كله على 2، يبقى معنى كده هاخد دي لوحديها ودي لوحديها، كل واحده من تو تيرمز اللي هم بيعبروا عن الكوزاين، ويطلع لي نتيجه لكده ان الفوريه ترانسفورميشن بتاع الفانكشن دي عباره عن 0.5 اكس اوف اوميجا ماينس اوميجا نوت بلس اكس اوف اوميجا بلس اوميجا نوت، دي واحده جايه من الاي تو ذا جي اوميجا نوت تي، واحده جايه من اي تو ذا ماينس جي اوميجا نوت تي، اوكي؟ فدي طبعا حاجه مهمه جدا، طبعا الفاكتور 0.5 ده نبقى فاكرينه علشان ما يعني الكوزاين بتبقى نص المجموعه التو اكسبوننشلز دول. طبعا الجزء بتاع الموديوليشن ده جزء مهم جدا بالنسبه لنا، لان احنا ببساطه بنتكلم على يعني ازاي ان احنا نفس الفانكشن هي بنعمل لها شيفت في الفريكوانسي. لو انا خدت مثلا مثال فانكشن عباره عن تريانجل بالشكل ده، تريانجلر فانكشن كده او تريانجلر ويندو، كويس، ضربتها في كوزاين كوزاين 10 تي، يعني خدت الفانكشن دي ضربتها في 10 تي، طبعا الكوزاين هنا لما هتتضرب بيسكلي هتبقى الجزء اللي فيه صفر هنا والجزء اللي فيه صفر هنا هتبقى بصفر، وطبعا هنا كل واحده من الفاليوز اللي عندنا دي هتبقى هي عباره عن الامبليتيود بتاع الكوزاين عند اللحظه بتاعتها، اوكي؟ فيبقى عندنا الكوزاين دي بتكبر لغايه لما توصل للبيك اللي هي الواحد دي، وبعد كده تبتدي تصغر تاني زي ما احنا شايفين هنا. طبعا الشكل ده معقد جدا، لو احنا فكرنا ان احنا عايزين نحسب الشكل ده كده بالفورمال ديفينيشن بتاع الفوريه ترانسفورميشن شكله معقد، انما لو احنا افتكرنا موضوع الموديوليشن بروبرتي، الموديوليشن بروبرتي يقول لنا على طول ان الشكل ده طالما الفوريه ترانسفورميشن بتاعه شكله عامل كده، اوكي، ده عباره على فكره عن سينك سكوير، لان هو ده عباره عن انتجريشن بتاع الجيت فانكشن، هنشوف بعد شويه الانتجريشن ده هيطلع لنا ايه بالظبط يعني برضه. فده بيبقى شكله عباره عن سينك سكوير فانكشن بالشكل ده كده. فلو انا عملت له موديوليشن بكوزاين 10 تي، يبقى معنى كده هبقى عندي تو كوبيز من الايه؟ تو كوبيز من الفوريه ترانسفورميشن الاصلي ده، واحد عند بلس 10 واحد عند ماينس 10، نتيجه لان الاوميجا نوت بتاعتي هنا بتساوي 10، اوكي؟ ونلاحظ ان بقى الامبليتيود بتاعي بقى النص في الاثنين. فدي طبعا بتسهل عليا كتير جدا ان الجزء بتاع الملتيبليكيشن بكوزاين وساين واي تو ذا جي اوميجا ده بيبقى منتشر جدا في ابلكيشنز كتيره جدا جدا، طبعا في الاتصالات هتلاقي فيها حاجات كتير قوي معتمده على الكلام ده، بس احنا عندنا مثلا حاجات زي الالترا ساوند ايمجنج مثلا بنلاقي فيها برضو ان احنا محتاجين ان احنا نكونسيدر الموديوليشن ده ونشوف الايفكت بتاعه عامل ازاي على السيجنالز بتاعتنا.